طب كابتن اسامه، طمنا بقى على الفرقه النهارده، التمرينه الاخيره انت حضرتها شفتها ازاي؟ اول حاجه ان شاء الله اللعيبه موجوده بكره في مباراه بكره الحمد لله، طمن كل الجماهير الحمد لله. ما فيش بس غير عندنا الكابتن وليد سليمان هو اللي يعني بيواصل تاهيله، وليد بره التاهيل بتاعته بره القايمه، وكمان وليد يعني ما شاء الله حتى هو بره بيقوم بدوره القيادي داخل الفريق، كلامه دايما مع اللعيبه، الثقه اللي بيديها لهم، ان وليد يعني من لعيبه اصحاب الخبرات الكبيره في فريق النادي. وجوده في البعثه كان مهم جدا يعني من القرارات المهمه، رغم ان غيابه عن قائمه النادي الاهلي 23، لكن وجوده مع الشناوي طبعا وسعد سمير وعلي معلول اللعيبه المؤثره دور مهم جدا ودوره القيادي. النهارده طبعا التمرين خفيف جدا النهارده، يعني الفتره ما بين مباراه الدحيل ومباراه البايرن فترة قصيرة، فأنت موسيماني ما يقدرش يشتغل فيها شغل بدني، لا أنت بتشغل الفرقة بتحفظ بس. خاصة إن امبارح التمرين كان تقيل. لا مش تقيل برضه، يعني كان متوسط امبارح، بحيث إنك تقدر تودي اللعيبة في مباراة بكرة، مباراة يكون فيها جري كتير، مباراة فيها تركيز عالي بكرة، فيها ضغط كبير، فأنت عايز تودي اللعيب حافظ على أفضل مستوى بدني ومستوى ذهني. النهارده يعني كان معظم التدريب بالكرات الثابته، ضربات الجزاء النهارده اتمرن عليها برضه، ضربات الجزاء طبعا، لانه ضربات الجزاء يا جماعه في المباراه احتمال وارد، لانه لو استمر التعادل هيبقى في وقت اضافي على شوطين، لو استمر التعادل يبقى في ضربات جزاء. انت تستعد لكل السيناريوهات اللي موجوده عندك في المباراه، المعنويات مرتفعه جدا الحمد لله، اللعيبه عندها دوافع كبيره تعمل مباراة، كل واحد تبقى مباراة موجودة في تاريخه والسي في بتاعه، يشرفوا الكرة المصرية، والنتيجة في الآخر بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. ففي معنويات مرتفعة، في تركيز كمان، يعني اللعيبة كمان لما تبدأ تبص على الوشوش في التدريب، في العشاء، في التجمعات، خبرتك أنت قاريها، في تركيز كبير، يعني في تركيز كبير من اللعيبة، أنهم يعني عايزين يعملوا حاجة للنادي الأهلي، وكل واحد عايز يعمل حاجة لنفسه. مباراة ما بتجيش في العمر غير مرة واحدة، زي ما احنا قلنا وكنا بنتكلم قبل الاستوديو، المباراه الرسميه، مباراه رسميه للنادي الاهلي، او يعني للنادي الوحيد في مصر انه يقابل فريق اوروبي وفي مباراه رسميه، هو النادي الاهلي. فنتمنى ان شاء الله التوفيق للعيبه بكره، يبقى التوفيق من حظ موسيماني اولا في وضع تشكيل يناسب طريقه اللعب بكره ان شاء الله، وفي تغييراته، والتوفيق للعيبه ان شاء الله بكره باذن الله.